تموز 2012، حلقتنا غنيه بالاخبار الفنيه من اغاني لليوم، والبدايه مع الخبر الاول. احيت الفنانه نانسي عجرم حفله غنائي باسطنبول ضمن فعاليات مهرجان التسوق، وغنت باقه من اجمل اغنياتها الجديده والقديمه، وتجاوبت مع طلبات جمهورها باعاده غناء اكثر من اغنيه على المسرح. حضر الحفل عشرات الالاف من العرب والاتراك، واستمرت وصلت نانسي لاكثر من ساعتين، وبحضور القنصل اللبناني والمصري باسطنبول وعدد من الفنانين الاتراك. الحفل هو الثاني لنانسي بتركيا اللي زارتها قبل اشهر. حلقتنا بتركيا لليوم مع الفنان والتوفيق ومصطفى كسب ريهان، من خلال تبهير كل الاشاعات اللي تحدثت عن الغاء حفله بالجزائر قبل اسابيع، وقامت باحياء حفل غنائي مساء الاثنين الماضي، هو الثاني لها بالجزائر احتفالا بخمسينية استقلال البلد. حضر الحفل حوالي 20,000 شخص، وقدمت اليسا مجموعه منوعه من اغنيات البومها الجديد اسعد وحده. نحن بنتابع ونسمع يا طير. مشاهدينا على نتابع حلقتنا لليوم، فعم تنتظر مصر اليوم صدور ألبوم الفنانة ماجدة الرومي اللي بيحمل عنوان غزل بالأسواق المصرية خلال الساعات المقبلة. نذكر أن الألبوم صدر من حوالي أسبوع بلبنان وعم بيحقق نسبة مبيعات مرتفعة، وشاركت الفنانة ماجدة الرومي بكتابة عدد من الأغنيات، بينما تولى الموزع جون ماري رياشي توزيع الألبوم بالكامل. نتابع حلقتنا ونسمع ورح تحضر 10,000 شخص، وهو العدد اللي حددته الجهات الأمنية. نذكر انه عمرو عم بيتابع تحضيرات ألبوم الغنائي المقبل، وهو عم يستعد لتسجيل أدعية دينية رح تصدر بشهر رمضان المبارك، وتعودت نسمع من الفنانة كرم. وصلنا مشاهدينا للخبر الأخير بحلقتنا لليوم، بعد أحياء حفل مميز بحصبية لصالح جمعية تراث حصبية، غادر الفنان غنى الوسطى لبنان والوجه على أمريكا بدعوة من الجمعية الرسولية المارونية لأحياء الحفل الختامي الخاص بمؤتمر 49 اللي رح يعقد هالسنة بمدينة سان أنطونيو بولاية تكساس يوم السبت المقبل، ورح ينتقل على ولاية أريزونا لرحلة حفل انتخاب ملك الجمال العربي أمريكا قبل ما يعود على لبنان لإكمال مهرجان صيف 2012 بالعديد من المناطق اللبنانية. نختم حلقتنا لليوم مع الفنانة عياش ونسمع مميزة بمضمونة. أما من جهة تانية، جمهور نجوى على موعد مع ضمن حفل غنائي للسبت المقبل بقلعة فقرة بكفر دبيان بمشاركة الفنان ملحم زين. نحن نبدأ حلقتنا مع الفنانة نجوى كرم وبنسمع لو بس تعرف. احتفلت الفنانة اللبنانية كارول سماحة بعيد ميلادها امبارح 25 تموز، وقام عدد كبير من المعجبين بكتابة تغريدات معايدة وتمنيات لها بالمزيد من التألق والنجاح. وعلى أنغام أشهر أغنيات كارول قامت مجموعة من الفانز فيديو بيضمن صور لكارول وكلمات عايدوا فيها نجمتهم المحبوبة بعدة لغات. نذكر أن كارول رح تحيي حفل غنائي لمصر ب 19 آب المقبل بشرم تشرين. للنهوض من جديد بالسهرات الغنائية اللي اشتهر فيها التلفزيون من سنوات عديدة، وراح يقدم الفنانين خلال السهرة أرشيف غنائي منوع بدون مجموعة من أجمل وأشهر أغنياتهم. نحن عم نتابع مع السوبر ستار أربعليه ونسمع أنا ضايع من دونك حد. اغنيات جديده لإله ورح تبدا بتسجيلهم مع مطلع الاسبوع المقبل، وهن وحشني من كلمات والحان عزيز الشافعي وتوزيع طارق عبد الجابر، وحبيب قلبي كلمات امير طعيمي الحان عزيز الشافعي وتوزيع احمد عادل، ايه بيحصل من كلمات والحان عزيز الشافعي وتوزيع على مستوى الغنيه اللبنانيه، وحافظ على التواصل بيني وبين الناس اللي بيحبوني من خلال الاصوات اللي كمان مع أغنية من كلماتك ومن الفنان هشام الحاج أهل لبنان. الأحد نتابع نوعيات الحلقة الجديدة ومميزة من أغاني، والبداية مثل العادة مع صحافي اللي تناولت من الأسبوع أخبار الفنانة شيرين عبد الوهاب من برنامج أنا والعسل عبر الإنترنت، وكتب موقع إلاف عن الإطلاقين وأبرز النقاط اللي وردت في تقريرها. عبرت شيرين عن تصرفاتها خلال الحلقة الأولى وأكدت أنها ما كانت بحالتها الطبيعية. صرحت شيرين تبقى خلال وجودها ببيروت بوقت فاتت. أما من يوتيوب اخترنا لهالأسبوع فيديو كليب أنا ضايع من دونك حبيبي. شوف أنا ضايع نشاط مكثف لعدد كبير من النجوم. الفنانة نانسي عجرم عم بتشارك متابعينا صور من كواليس كليب الأطفال يلي صور مشان هيك انا على طول بكتب اكثر من عمل فني وطني للوطن، او على طول بيكون في عندي اكثر من عمل بكل مناسبه، وانا بدعي من هون بهالموضوع. مش لازم ننطر المناسبه ولا عيد الجيش ولا عيد الاستقلال ولا الاعياد الوطنيه
ولا الحرب ولا القصف صوته الطيران بيصفنا تنتذكر انه عندنا بلد لازم نغني له وعندنا جيش ونحب. هيدي شغله مهمه كثير، يا ريت كل الفنانين بيكونوا مثل ما كانوا بالاول الاخوان الرحباني والاعمال اللي قبل منا سبقونا، العمالقه اللي سبقونا كان عندهم على طول محطه وطنيه بكل عمل فني بيقوموا فيه من دون اي سبب وطني ومن دون اي سبب حربي. خلينا نقول